وفي ذات السياق أقامت الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن خدمة صلاة مدائح والدة الإله في كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس في محافظة الزرقاء. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان. عاونه في الصلاة الرئيس الروحي للكنيسة قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاغيش بمشاركة جوقة الرعية بالتراتيل والألحان البيزنطية الممجدة لوالدة الإله. السلام عليك يا منزلا في سيد الخليقة. حضر الصلاة عدد كبير من أبناء الرعية. وفي كلمة روحية لسيادته تحدث المطران خريستوفوروس لنورسات عن أهمية الصوم المقدس وعن الاستعدادات الحقيقية قبل حلول الأسبوع العظيم. صلاتنا وقداسنا الإلهي وتكريمنا لأمنا العذراء وللقديسين وعبادتنا لربنا ومخلصنا يسوع المسيح ما تكون بالشكل، ما تكون طقوس فقط، ولكن في داخل الطقس، في داخل لتورجية الكنيسة يكون في حياة. والبدب الحياة في الطقس هو الحب، هو العشق. لما نحن أبناء الكنيسة يعيشوا هاي الفترة لأنها فترة استعداد حتى نصعد مع يسوع لأورشليم ونذهب معه لألامه، نصلب معه ونموت معه لكي نقوم معه. هذا الإشي عظيم اللي نحن مدعوين إنه نعيشه كمؤمنين، مؤمنين أبناء الكنيسة اللي نقدر نعيش هاي الأحداث الخلاصية مع ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. مسؤولية كبيرة علينا، جهاد روحي كبير متطلب منا، ولكن نعمة ربنا هي عظيمة، محبته إلنا كبيرة، وسلامه وفرحه البعطي إلنا عظيم. وفي الختام التأمل الجميع حول مائدة المحبة بأجواء روحية مميزة. وهي الرسالة نوجهها اليوم إنه كون إحنا في الصوم الأربعين من المقدس إن شفيعة عظيمة ومؤيدة سريعة الاستجابة هي والدة الإله. هي رح تقوينا في صيامنا، هي رح تقوينا في جهادنا الروحي، هي رح تقوينا في حياتنا الروحية، وهي مهما طلبنا منها كأم وإلها حق الدال للوالدية عند ابنها رح تتشفع فينا دايما، رح تحقق لنا حسب إيماننا وطلبنا منها وحسب طلبنا منها باستمرار. عشان هيك رسالة لكل المسيحيين اللي ما صام إنه يصوم، واللي صام الله يقويه حتى يستمر للوصول مش لقيامة يسوع التاريخية والمخلص البشرية، بل قيامته هو من بين أموات خطاياه حتى هو يعيش القيامة الفسحية إله. عشان هيك حطت الكنيسة الصوم، عشان هيك حطت لنا المدايح العذراء حتى تقوينا بهاي الصيام حتى نوصل لقيامتنا الشخصية. فصح مجيد، كل سنة تسالمين. بهاي كمان بهاي الأمسية نشكر أكيد نورسات على تغطيتها المستمرة لكل الاحتفالات الدينية، واللي كرسل للمسيح بتنشر هاي الرسالة لكل العالم. ربنا يقويكم، ربنا يعطيكم كل نعمة وكل بركة. إن شاء الله فصح مجيد وقيامة مجيدة للكل. كل سنة وانتم سالمين.